FM. الكلمة ليك. معنا سي عماد الخميري ناطق رسمي باسم حركة النهضة. مرحبا بك في كابوتشينو صباح خير. مرحبا بك صباح النور. مرحبا بكل مستمعي كابوتشينو. باش نحوالك لاباس؟ صباح لاباس الحمد لله. ما شاركتش في حملة مانيش مسامح؟ حملة؟ مانيش مسامح؟ لا ما هبطتش الشارع معناتها. لا في صفاقس لا في تونس. حملة كبيرة هذه. شفنا وجوه سياسية. هو من ربما من الخصوصية متاع بلادنا وربما من منتوجها السياسي ما بعد الثورة. هو أنه التظاهرات هذية ممكنة والتظاهرات هذية تعبر على الآراء متاع التوانسة الكل. التوانسة الكل كيفاش يراو إمكانية محاربة الفساد، بنى طريقة، بنى شكل، بنى أسلوب، بنى سياسات، بنى استراتيجيات. ممكن معناها التوانسة اليوم يختلفوا في هالنهج هذا. فما النهج اللي مختارته الأطراف الائتلاف الحاكم اللي ترى أنه هالقانون هذية متاع المصالحة الاقتصادية والمالية المضي فيه وتعديلات اللي يمكن تدخل عليه من خلال مؤسسات الدولة، من خلال مؤسسات مجلس الشعب. الشعب أعطى تفويض لهذه المؤسسة باش تنظر في القوانين. ولذلك نحن في حركة النهضة نعتبر أنه المجال الأساسي لمناقشة القوانين هو القبة متاع البرلمان. هذا ما قاله الرئيس في خطابه الأخراني، قبة البرلمان. وهذا موقف حركة النهضة. وفما أطراف أخرى اللي ترى أنه ممكن من خلال الشارع قد تؤثر في سير أعمال النقاش. لكن السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اليوم في عناوين الجرائد يقول أنه اللي صار في الشارع أو الاحتجاج في الشارع يعبر عن عدم نضج سياسي، بمعنى أنه فما سياسيين هبطوا مع المجتمع المدني وطالبوا بالتراجع عن قانون المصالحة. بين السياسيين حزب موجود في الائتلاف الحاكم، عصام الشابي بار اكزومبل، وشخصيات لا وشخصيات دهماني بار اكزومبل، صافي سعيد هذاك كيف شفناه. يعني فما شخصيات من جهه في الائتلاف الحاكم يقولوا لي فما رابيل الاوردر كي سابوز في الحكومه. المجتمع المدني من حقه باش يعبر ومن حقه باش يختار الاليات اللي يعبر من خلالها على مواقفه السياسيه. وتونس حرة ما بعد الثورة والشارع موجود والدولة تسهر على تنظيم وعلى السهر على حماية كل الذين يعبرون عن آرائهم ويعبرون عن احتجاجاتهم. هذا مأثرة من مآثر تونس الجديدة اللي نحبوها ونحبه تستمر على هذا النهج. لكن بطبيعة الحال نحن نعتبر اللي الأطراف اللي موجودة في داخل مجلس نواب الشعب والانتخابات التشريعية متاع 2014 أعطت التفويض اللي من خلاله تناقش القوانين في داخل قبة البرلمان ومش في الشارع. ولذلك نحن نعتقد في حركة النهضة أن مجال النقاش متاع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية مجاله الأساسي والرئيسي هو قبة البرلمان. لا أنا نحب نرجع لك النقطة أنه عضو حكومة يهبط يظاهر ضد قانون المصالحة، هل تعتبر أنه هذا طبيعي ومنطقي؟ لا لا مهوش من الطبيعي بالمرة، مش من الطبيعي بالمرة. المفروض الائتلاف الحاكم كله وكل أطرافه وكل مكوناته أول حاجة تكون منظمنا، رغم اللي المبادرة التشريعية ما هيش مبادرة حكومية، هي بالأساس هي مبادرة رئاسية باش يقع التوضيح. ولكن نعتقد اللي التضامن الحكومي يفترض على كل الأطراف الموقعة على وثيقة كارتاج، وثيقة كارتاج واللي موجودة في الائتلاف الحاكم، أنه تتوسل بالآليات النيابية التشريعية من خلال مؤسسة مجلس نواب الشعب. هذا هو الأساس. يستمع أو الرابط وثيقة كارتاج آليات الديمقراطية لها الآن الإمكانية. ونحن نعرفه أنه العديد من القوانين واللي كانت طابعة متاحة إشكالي وفي إشكاليات عميقة، ولكن النقاش متاحة تم من خلال مجلس نواب الشعب، والتعديلات أيضا التي أجريت عليها تمت من خلال مجلس نواب الشعب. ويمكن من خلال الآليات متاع التوافق الموجودة في المجلس أن نصل إلى حلول ربما توسع في المشتركات الوطنية بين كل الأطراف اللي قد تختلف على قضايا كبيرة في داخل المجلس، وهذا يريناه في العديد من القوانين. لكن اللجوء إلى الشارع وحتى الدعوة إلى عصيان مدني، ألا ترون في هذا مجازفة وخطر؟ بطبيعة الحال شو في ظروف الهشاشة وفي ظروف الصعيبة اللي تمر بها بلادنا وفي أولويات اللي تطرح على المستوى الوطني، خاصة الأولويات اللي تطرح في مجابهة الإرهاب وفي مكافحة الجريمة وفي البحث عن الاستقرار وفي أوضاع اقتصادية ربما صعبة اليوم، لابد أنه معناها التغليب من المصلحة الوطنية. وتغليب المصلحة الوطنية هو اليوم أنه حتى في جانب المعارضة بيدها ينبغي أن تكون مسؤولة، والمسؤولية متاحة تقتضي مسؤولية أن يكون أول حاجة النقد متاحة في اتجاه ربما البناء
وربما ما يعتمدش الشارع، لأنه ربما الشارع قد يكون منزلق اللي ما عادش نجمه من خلاله نحظه لا أمن ولا استقرار في أوضاع في أوضاع بلدنا. هذا طبيعي، ونعتقد أيضا الدعوات اللي تمت في الفترة الأخيرة اللي تدعو ربما إلى تغيير الحكومة، ولا تدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، ولا اللي تدعو إلى تقويض النظام السياسي عامة، والدعوة أنه والله المنجز اللي تم على المستوى السياسي وعلى مستوى بناء المؤسسات ما بعد 2014 ينبغي أن نعود عليه. أنا نعتقد اللي هذه مجازفة وخطوة معناها ماهيش محسوبة بالمرة. لكن أنتم استعملتوا الشارع بطريقة غير مباشرة من خلال مجلس الشورى في حركة النهضة، نعرف مجلس الشورى معناته هو انعكاس للقواعد متاعكم الشعبية لحركة النهضة، والشورى قالت انه هي ليست مع قانون المصالحة مبدئيا. علاش رأي هذية؟ ما تشوفوش انه رأي هذية خلى شوية تمال لدى رئيس الجمهورية، وبعث رسائل رئيس الجمهورية في خطابه راشد غنوشي لعبد الكريم الهاروني وذكرهم بالاسم؟ لا، هو ما فماش علاقة ساعة بداية بين الشارع وبين الموقف متاع الشورى. ساعة نحب نأكد اللي فيه. لا كان انعكاس الشارع. لا لا لا، ما فماش علاقة بالمرة. ما فماش علاقة بالمرة. هذاك موقف في علاقة في علاقة. هذاك موقف في علاقة بالقانون، وكل الأحزاب السياسية تنضج آرائها وتنضج مواقفها من خلال المؤسسات متاعها. نحب نجدد ساعة فيما يتعلق بالموقف الحركة، نجدد أنه بالنسبة لي نحن في حركة النهضة مبدئيا نحن مع المصالحة، مش فقط مع المصالحة الاقتصادية والمالية، لأن أعتقد اللي مسارات العدالة الانتقالية هي مسارات في بلادنا أكثر من مسار اليوم مشى منذ الثورة إلى الآن. تعرف اللي أنت منذ الثورة كان أول استحقاق من استحقاقات الثورة هو القانون متاع العفو العام، ثم بعد جاء استحقاق ثاني اللي هو دار فيه جدل ودار فيه نقاش واسع اللي هو العزل السياسي أو تحسين الثورة أو ما يسمى بتحسين الثورة، ولكن انتهينا في الأخير أنه تونس الجديدة اللي نحبوها ما يلزمش يكون فيها إقصاء، ويلزم تسع كل أبنائها، ويلزم هالمركب هذي يهز كل أبنائه. شو محل أعراب الشورى هنا؟ الفكرة المهمة اللي تأكد عليها حركة هذا أنه نحن مع مصالحة وطنية شاملة، ومع ضرورة أن نطوي صفحة الماضي هذه لابد من أنها تطوى، وأنه المسار حتى المسار نفسه متاع العدالة الانتقالية ينبغي أن توفر له كل الإمكانيات حتى يستمر، لأنه ذاك محل اتفاق وقانون أساسي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، ونحن لابد أن نعمل لإيجاد كل الآليات حتى نستطيع أن نمضي في تطبيق معناها المسار متاع العدالة الانتقالية. مصالحة شاملة هي التي تشمل كل أبناء الشعب، يعني وأنه المحطة هذه من محطات الثورة عندها استحقاقاتها نعم، ولكن هي فيها علاقة بين القديم والجديد، ينبغي أن نذهب سريعا في المصالحة حتى ما يقعدوش التوانسة مشدودين للماضي ويتجهوا في بناء المستقبل، والمستقبل هذا يكون فيه نوع من اللي فيه التقاء لكل التونسيين والتونسيات على أرضية إيه هذه تجمعهم العدالة الانتقالية. هذا العدالة الانتقالية موجودة، العدالة الانتقالية اليوم نحكي على قانون مالية واقتصادي. ما القانون بيدو القانون المالية والاقتصادية، أنت تعرف سيدي الكريم أنه جزء من هالقانون هذية يلتقي مع جوانب موجودة في العدالة الانتقالية، وذلك موضع الخلاف، هو موضع الخلاف في مجلس النواب الشعبي، يقول لك أنت عملت مشروع أنت مصالحة اقتصادية ومالية، هو موجود في العدالة الانتقالية. ونحن نعرف التجارب أنت على العدالة الانتقالية في العالم، في كل التجارب اللي صارت فيها ثورات ولا صارت فيها مسار معناها في تونس، التسريع في بعض الجوانب قد لا يمس من جوهر العدالة الانتقالية. وانت تعرف انه حتى في مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية نحن توجهنا يعني كمؤسسات وكمؤسسات الدولة تجهت الى ما يسمى بلجنة البندقية لابداء رأيها فيما يتعلق بمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية، وابدت جملة من الاراء اللي تنجم تجعل من امكان المصالحة الاقتصادية والمالية امكان حقيقي ما يتعارضش مع العدالة الانتقالية. وهذا هو جوهر الموقف من حركة النهضة اللي عبرت عليه، اللي قالت نحن رانا في الأصل وفي المبدأ مع مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية، ولكن لابد من إجراء جملة من التعديلات على هذا القانون حتى يكون أولا معناها منسجم مع أحكام الدستور ما يتعارضش معها، وما يتعارضش أيضا مع أهداف العدالة الانتقالية. وعلى فكرة هذا الرأي مش فقط هو رأي حركة النهضة، كل الأطراف حتى بما في ذلك ربما الحركة نداء تونس من خلال رئيس كتلتها في الجلسة الأخيرة في لجنة التشريع أكدوا على أنه الإمكانية واردة لإيجاد تغييرات حتى يمر هذا القانون. أما نذكرك النهضة كانت معناتها هي العمل الانكادرمون بتاع العدالة الانتقالية، نحكي على وزارة العدالة الانتقالية بقيادة سمير ديدو، كان نذكره في عهد الترويكا، نذكره
هيئة الحقيقة والكرامة اللي هي من مخرجات المجلس الوطني التأسيسي والنهضة كانت هي الأغلبية اللي فيه، معناتها انتوما معناتها تحملون المسؤولية عن العدالة الانتقالية لهم في البلاد. انتوما من بدأتم بالعدالة الانتقالية؟ العدالة الانتقالية هي كانت استحقاق، رغم من استحقاقات ثورة اليوم وين وصلنا في العدالة الانتقالية اليوم؟ ثورة الكرم هو استحقاق، وإيجاد وزارة على رأس هذه المهمة بعد الثورة كان استحقاق أيضا، والقانون اللي زر على المجلس الوطني التأسيسي هو زر على كل مكونات المجلس الوطني التأسيسي، معارضة وائتلاف حاكم آنذاك، بحيث كان موضع توافق واسع لكل القوى السياسية اللي كانت موجودة على الأرض قبل الانتخابات 2014. وأنا أعتقد اللي اليوم العدالة الانتقالية مش موضع النزاع في داخل حتى المجلس بيدو مجلس نواب الشعب. الميزانية تم تهيئة الحقيقة والكرامة، تم المصادقة عليها، ربما رغم بعض المواقف اللي تتعلق بتسيير هذه الهيئة. فما رأي يقول انه ما عاش فما عدالة انتقالية؟ بعد شوية بعد الاخبار جاوبني على السؤال هذايا سي عماد الخميري بورت باغول. نهضة راجعين بعد شوية الكابوتشيك. سيد عماد الخميري ناطق رسمي باسم حركة النهضة، مرحبا بك مرة أخرى في كابوتشينو. قبل الفاصل نحكيه على مسار العدالة الانتقالية، فما شكون يقول انه المسار هذايا قد أفلس وأعلن إفلاسه، ولا بد من مجال إلى قانون جديد فيه تطوير قانوني، فيه استشراف للمستقبل. لكن فما شكون يقول نحكيه بأنتخ لليني، نحكيه العركة بين عدالة انتقالية تهم حركة النهضة وقانون اقتصادي مالي يهم ناس كانوا في عهد نظام بن علي يريدون الإفراج أو الغفران كما يقول سك الغفران من قبل القانون هذا. شنو رأيك بالعركتين هذو مزوز؟ مش واضح سؤالك. فما عركة عدالة انتقالية وقانون المصالحة. المفصل بين الزوز هو أنه عدالة انتقالية هي عركة تخص حركة النهضة وتخص قيادي حركة النهضة فيما سبق، نحكيه في عهد نظام بن علي ولا حتى بعد الثورة، ونحكيه كيف على قانون مصالحة يخص الأزلام ما بين ظفرين، الناس اللي عندها علاقة ببن علي والناس اللي تمعشت من نظام بن علي. لا شو، نحن ما عندناش التوصيف هذا. أنا وتحدثت منذ بكري، معنا قلت لك رو القضية الأساسية هي قضية فكرة المصالحة الوطنية الشاملة. فكرة العدالة الانتقالية شو المقصود به؟ العدالة الانتقالية هي مسار، ومسار لا يخص حركة النهضة، المسار هذا يخص البلاد واستحقاق يهم البلاد، لأنه اللي متفقين عليه أنه صارت العديد من المظالم من 56 ربما إلى حدود حتى ما حدوا القانون متاع العدالة الانتقالية حتى إلى ما قبل ربما التوقيع على دستور 2014. هذه الفترة من تاريخ تونس لابد أن يقع فيها المسار هذا متاع العدالة الانتقالية اللي فيه كشف للحقيقة، فيه جبر الأضرار، فيه قضية محاسبة، فيه قضية مصالحة تنتهي، معناه الفكرة المسار كامل ينتهي بمصالحة بين التونس الكل. والغاية من العدالة الانتقالية ماهيش غاية انتقامية، راو إذا كان نحب ونحطوا فكرة أنه العدالة الانتقالية فكرة انتقامية رانا ماناش باش نوصل. ونعتقد اللي الأساس الروح الجوهر متاع العدالة الانتقالية هو الوصول إلى تصالح التونسيين مع أنفسهم مع بعضهم مع تاريخهم، وهذا هي الجوهر متاع العدالة الانتقالية. ومش بعد المحاسبة ولا قبل المحاسبة، هو هذه هي مسارات مسارات الكلها. وأنا نعتقد اللي الجوهر الحقيقي الفكرة الأساسية النجم نقوله اللي يجمع بين هالنقاط الأربعة هذوما هو كيفاش ينتهيو التونسي، رو إذا كان ما ننتهيوش إلى مصالحة، ما ينتهيش التونسي إلى التصالح مع أخوه التونسي، ما ينتهيش التونسي إلى المصالحة مع تاريخه، ماناش باش نوصفه. ولذلك الفكرة الجوهرية متاع العدالة الانتقالية هو هذا المسار. اليوم تقول لي أنت فكرة المصالحة الاقتصادية والمالية على الجد شنو الغاية منها وشنو الأسس متاعها؟ الأسس متاعها هو وقت اللي تعطل ربما مسار العدالة الانتقالية وفما وضع متاع إداريين في الدولة ومؤسساتها، وفما وضع متاع ربما رجال أعمال، ربما الوضع هذا يحتاج إلى تسريع. جاءت فكرة المبادرة متاع هذا المشروع، الفكرة في جوهرها طيبة، ولكن كما قلت لك المناقشة متاعها تم من خلال مؤسسة الشعب حتى تكون في جزئياتها، حتى تكون منسجمة في جزئياتها، في أحكامها العامة، في وصولها مع الدستور ما تناقضوش، وتكون أيضا مع العدالة الانتقالية. وهذا جوهر الانتقال، وعلى فكرة لجنة البندقية أكدت على هذا المعنى، أكدت أنه يمكن لهذا المشروع أن يكون دستوري ويمكن ما يتعرضش مع فكرة العدالة الانتقالية بالتوازي ويتحدث عليه جملة من التغييرات وجملة من التعديلات حتى يمر.
والتمرير نتاعو ما يكونش فيه اي شبهه من شبه اللي يتحدثوا به بعض الناس وبعض السياسيين في انه فيه معناه تبييض للفساد ولا نوع من الشعارات اللي ذكرنا اللي قاعده تتردد في شبه في الفتره الاخيره اللي نقولوا انه نحن شو القانون هذا يلزم يلزم فيه شبهه يلزم, يلزم يتناقش. احنا قلنا فساد. احنا قلنا هذا قانون لابد من مناقشته على على, على 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 الارض لابد من مناقشته الان في شبهه تبييض فساد ولا المناقشه نتاعو بالاساس هني نقول لك المناقشه نتاعو بالاساس المناقشه نتاعو بالاساس باش اول حاجه وقت نعرضوه ونصادقوا عليه ما يجيش طرف يطعن فيه ويعديه ربما للمحكمه ربما الدستوريه سؤال سهل بعدم الدستوريه نتاعو ثم أي. الجانب 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 الاخر الجانب الاخر حتى يطمئن التونسيين ان القانون حينما يعرض يكون تمت المناقشه نتاعو في داخل المؤسسه نتاع مجلس نواب الشعب في اطار المكونات نتاع مجلس نواب الشعب بما يجعل حوله توافق ما نحبوش قانون يتعدى فيه انقسام ما نحبوش قانون يتعدى يقسم التوانسه نحبوا قانون يجمع التوانسه ويكون عنده تكون عنده فعاليه يعني استنتج من كلامك انه النهضه تعتقد انه اليوم بالفورمول هذه نتاع اليوم قانون المصالحه هو في شبهه تبييض فساد لا نحن ما قلناش هذا نحن الكلام تاعنا استنتجت لا لا احنا كلامنا واضح ما قلناش الكلام هذا حتى ليه حتى ليه لا 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 قلنا ما قلناش الكلام هذا كلامنا واضح قلنا هذا القانون سيمر بتعديلات جوهرية تجعل منه منسجم محكمة الدستور وأيضا لا يعطل أحكام العدالة الانتقالية إيه هذا فهمت. الموقف نتاع حركة النهضة واضح هو واضح حاج موسى مش الحاجم انت نفس الحكاية تأويلك انت هو سيد منصور هو في سياق تفاعلي ما قاله نبيل يترجم العملية كاملة لأنه فما أزلام يلزم نذبحوهم وإذا كان لزم لقينا الإمكانية نعدموهم وننسى الماضي والتاريخ وفما توجيه سياسي سور معناتها بوليتيزاسيون دو دوسي ننساو ملفات بورقيبه ننساو عمليات التعذيب ننساو الملفات ذات العلاقه حتى بمرحله الامتيازات للناس اللي قالوا انهم مقاومين واللي اليوسفيين ينظروا لهم انهم اقترفوا ذنوب نعرفوا املاك فلاحيه تعطات رخص تعطات ايام بورقيبه وامتيازات كذلك فيما بعد كذلك المسار السياسي وما حصل مازالت عندنا استحقاقات كبيرة حقيقة ما حصل في 26 جانفي 78 مش نذكر الناس 3 جانفي 84 إذا مش نحكي أنا ملف القمع ومش نحكي على ملف التعدي على الحريات فملفات وكأنه بعض الأطراف تحب تخفيها هذه مشاكل لابد من أنه نتعاطى معها بعيد على التجاذبات السياسية صعود بن علي وقضية 7 نوفمبر وإشكالية الحكم وإشكالية المأزق متاع بورقيبة رئيس مدى الحياة يعني لازم تكون عندنا شجاعة التسييس متاع ملف واختزال الملف في ما قبل 2011 انا اعتقد انه فيه الكثير من المجازفه حتى في مستوى المسؤوليه السياسيه ما بعد 14 جانفي كلام كبير زاد قاعد يتقال ما بعد 14 جانفي على فلوس داخله من الخارج تحكي على اغتيالات سياسيه يعني فما العديد من القضايا المطروحه انا نتصور انه هذه النقطه الهامه في رؤيه النهضه انه مفهوم المصالحه لابد ان يكون شامل انا ممكن انا شخصيا وجهه نظر انه في قراءه المشروع انه جزئي انه المفروض أنه فيه ورشة للمؤرخين ولرجال علم الاجتماع لدراسة التحولات داخل النظام السياسي لدراسة المواقف وأني نحكم على موقف في سياق معين في سياق مخصوص يعني لما الناس ترجع إلى مواقف حركة النهضة بعد 7 نوفمبر مثلا في ذلك السياق كان هنالك أمل في أنه يحصل العملية نتاع الانتقال الديمقراطي لكن فيما بعد تم إجهاضها يعني أنا شخصيا في قراءتي ما أرفضه هو التسييس صار هذا الطرف أو ذاك يعني نعرف ما أطراف كانت موجودة فما أطراف قد متسك على بياض بن علي بعد 7 نوفمبر لماذا نتجنب ونتحاشى هذا الاستحقاق في علاقة بالتاريخ وفي علاقة بالذاكرة احنا على كل احنا بالنسبه لنا كما قلت لك معناها التعبير نتاعنا في مساله العداله الانتقاليه احنا مع استمرار المضي في تطبيق المشروع نتاع العداله الانتقاليه وما فماش الان جهه سياسيه في البلاد ربما تعترض صراحه على مشروع العداله الانتقاليه كما قلت لك ربما الخلاف في بعض المسائل اللي تتعلق بتسيير هيئه الحقيقه والكرامه بالامور الداخليه ربما بما اسميته استاذ منظر القضيه نتاع التسييس لهذا الموضوع اللي هو موضوع وطني
الوطني ويحظى معناها بتوافق ويحظى بثقة بتدافع التوانسة، لأنه المشروع متاع القانون هذا كما قلت لك من قبليك تمت المصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي، واليوم أغلب القوى السياسية في البلاد ليست ضد العدالة الانتقالية، بالعكس هي مع العدالة الانتقالية ومع الحرص على أنه يكون فما حفظ للذاكرة ويكون فما كشف للحقيقة. ليش؟ لأنه نحبوا هالفطرة هذه متاع البلاد اللي مرت باستبداد ومرت ربما بتجاوزات ومرت بأخطاء، نحبوها الفطرة هذه يقع استيعابها الاستيعاب الإيجابي، معناها تحفظ في الذاكرة الوطنية ونقف على الأخطاء اللي معناها ارتكبت في الفترة الماضية حتى لا تتكرر، لأنه أي عدالة انتقالية في أي مسار مرت به الشعوب الغاية منه شنو الأساسية؟ الغاية منه ألا تتكرر الأخطاء ولا تعاد نفس المنظومات التي بنت الأخطاء وبنت التجاوزات في حق التوانسة وبنت ربما المظالم في حق التوانسة. المسار العدالة الانتقالية ينبغي أن يتواصل، ينبغي أن يتواصل يعني ليحقق أهدافه المرجوة. يعني حركة نهضة ستستميت في الدفاع عن العدالة الانتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة لسهام برئاسة سهام السدري. لا هو التفصيل، أنت قاعد تعمل في تفصيل. أنا الجوهر الأساسي بالنسبة لي نحن هو أنه مشروع العدالة الانتقالية هذه يستمر، والآن ما ثماش دعوة في الساحة السياسية تدعو ربما إلى تقويض مسار العدالة الانتقالية. وحتى المشروع هذا متاع المصالحة الاقتصادية والمالية ما يقدمش نفسه بديل على العدالة الانتقالية. واليوم التدقيق اللي قاعد يصير في تمرير القانون متاع المصالحة الاقتصادية والمالية هو أنه يلزم هالمشروع هذا وهالمسار هذا لا يتناقض ولا يلغي، وهذا موقفنا في حركة لا واضح. ما يلزمش يتناقض وما يلزمش يلغي. ودعم الهيئة، دعم الهيئة مطلوب ودعم الهيئة تم من خلال المصادقة على ميزانيتها الميزانيتها في مجلس نواب الشعب. سمحني نفعل معك، انتم مع توسيع المصالحة إلى ما بعد 14 جانفي؟ هو هذا بالقانون موجود. يعني المصالحة هذا قانون العدالة الانتقالية موجود يشمل كل القوى السياسية بعد 14 جانفي يعني وكل المسائل الموضوع. مسار العدالة الانتقالية بالقانون يمتد إلى 2013 يظهر لي، ولا 2014 هكا القانون ايش يقول؟ بالنسبة للعدالة الانتقالية يقول يعني هل يقول 56 توسيع. هو شو بالنسبة للمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية شكل المكتب التنفيذي للحركة لجنة للنظر في التعديلات، لأنه كان المقترح نتاعنا أن تكون فما تعديلات ورؤية اللي تخلي هالقانون هذايا كما قلت لك في ضوابطه اللي معناها حددها مؤسسة الشورى. شكل لذلك لجنة للمشكلة معناها من برلمانيين ومن قيادات في الحزب للنظر في هذه التغييرات وتقديمها للجنة التشريع أثناء مناقشة هذا القانون. التعديلات شنو هو إلى حد الآن؟ شو مازال ما ترشحش مازال ما ترشحش على هذا على أعمال اللجنة مقترحات عملية، والمقترحات العملية ستقدم فلسفة التعديلات. هذا هو الضوابط نتاعها، الضوابط اللي كنت نحكيها لك أنه يكون القانون منسجم مع أحكام الدستور وما يخالفش أحكام العدالة الانتقالية وسيأخذ الطابع نتاعو التقني والمضموني ليقدم في مقترحات عملية. في علاقة بالمدة الزمنية كيفاش التعديلات؟ أنا هي مدة زمنية بالتحديد نحكي يعني على الشقف في 2011 ولا باش تمدد وين يبدأ وين يقف معك؟ مازال إلى حد الآن مازال لم يترشح على أعمال اللجنة هذه، لأنه تعرف أنت في داخل الحركة اللجنة تخدم وتشتغل وتقدم المقترحات نتاعها للمكتب التنفيذي للمصادقة ثم تمر إلى المجلس. إلى حد الآن مازال ما فماش حاجات معناها عملية مضمونية يمكن نقدموها للسادة. هو فما مضمون تم تسريبه من حركة هذا وقيل عنها أنه مشروع مصالحة شاملة يعني بما في ذلك ملفات نقولوها بكل شجاعة، يعني كي نجي تطرح ملف التسفير مثلا اللي هو في علاقة بإيديولوجيا كانت سائدة في الساحة، يعني كيف يمكن أن تتعاطى مع ملف كهذا؟ إيديولوجيا أننا نصدر الثورة، إيديولوجيا أننا بلد ديمقراطي، بإيديولوجيا أننا سنسقط بالاستبداد في بلدان أخرى. يعني ألا ترى أن هذا يمكن أن يكون توسيع؟ شو ملف التسفير ملف آخر وماهوش ما يدخلش في خانة الموضوعات اللي قاعدين نناقشوا فيها الآن. ملف التسفير لو كان نحبوا نتحدثوا فيه في ظل التهاوي متاع الدولة وضعفها بعد 14 جانفي 2011 واللي انتج عليه جملة من الفوضى. الفوضى هذه مست كل ما يمكن مسك الملف متاع الأمن والملف متاع الجريمة في البلاد، وكان من الصعب على الدولة أن تستعيد العافية متاعها بعد سقوط نظام بن علي، لأن المنظومة الأمنية كانت منظومة محكومة بفلسفة معينة، وهذه الفلسفة أسقطها الشارع في 14 جانفي،
وتهاوت على الأرض في 14 جانفي، وانتم تعرفوا الفترة ما بعد 14 جانفي والانخرام، الانخرام الأمني اللي حصل بالصورة اللي خلت الأوضاع الأمنية ما تنجم تعاود وتسترجع العافية متاحة إلا بصعوبة. ولذلك أنا نقول ملف التسفير شكلت له لجنة في مجلس نواب الشعب للنظر في موضوع هذا بتاع شبكة التسفير، والحركة لها موقف واضح في هذه المسألة داعمة بطبيعة الحال نحن ندعم أي توجه يكشف الحقيقة في هذا في هذا في هذا الموضوع. نخدم شوية سي عماد، نحكيه على الخلالات متاع هيئة الانتخابات، وانتي اكيد تبعت الندوة الصحفية متاع دائرة المحاسبات، تقول انتي الفساد ممكن يكون وصفه بالفساد اللي صار في الهيئة، فاش توصفوه انتم داخل حركة النهضة؟ فساد، جرائم انتخابية، اخلالات عادية يمكن معناتها تركها والتقدم الى المستقبل، مش لازم نقعدوا نمشي للماضي، نصالحوا نعملوا مصالحة في الهيئة. مش مصالحة، شو بالنسبة للهيئة، بالنسبة لهيئة الانتخابات، الهيئة العليا للانتخابات، نحن نعتبرها مكسب من مكاسب الثورة، ونعتبرها منجز من المنجزات الهامة في بلادنا، واللي تمثل ربما استثناء مقارنة بالعديد من البلدان، هو راح ربما حتى اعرق البلدان في الديمقراطية. الانتخابات نتاعها لا تشرف عليها هيئة، نحكي على موندا سرسا مش هيئة هذه الهيئة قامت بأدوار مهمة في حد لا يشك فيها في تاريخ تونس الحديث ما بعد الثورة. أشرفت على زوز انتخابات، الانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وانتخابات 2014 رئاسية وتشريعية، وأشرفت على انتخابات المجلس الأعلى والقضاء، والحقيقة كانت محل توافق ومحل ثقة التوانسة، والخلافات اللي برزت في داخلها ما كانتش معناها بارزة بالصورة اللي ربما تخلي الأطراف السياسية تاخو مواقف ولا تدعو إلى اتخاذ إجراءات. نحن في حركة النهضة فاجأتنا الاستقالة متاع السيد محمد شفيق صرصار رئيس الهيئة وعضوي الهيئة، ونعتقد اللي هالاستقالة هذه رغم كل ما يحث بها ربما من موضوعات تتعلق بالتسيير الداخلي، نقولوا اللي هي جات في غير وقتها، وجات والبلاد تتهيئ لمحطة الانتخابات البلدية، ولذلك نحن صدرنا موقف ودعونا رئيس الهيئة إلى العدول، وربما حتى نستكمل محطة الانتخابات البلدية. متمسش من مصداقية الهيئة عاود شو فما إشكالات حقيقية، فما إشكال وقت يولي فما مشكل داخلي، وفما ربما تجاذب، وفما حديث من هنا وهناك، ولكن نقولوا أنه إلى حد الآن ما زالت الإمكانية لأن الأطراف هذه متاع الهيئة تشتغل مع بعضها ويتغلب المصلحة الوطنية في اتجاه نرجع استكمال الانتخابات البلدية. تقريب بتاع دائرة المحاسبات إلى حد الآن إلى ما عناش معناها ما تدقيق فيما يتعلق بهذا التقرير والمضامين، وتقرير مدقق نحن بالنسبة لنا ما زال إلى حد الآن يحتاج إلى قراءة، حتى إذا كررنا فيه ربما ما يخل بعمل الهيئة ولا يمس ربما من شفافية متاحة، سنتخذ الموقف المناسب. دونك انتم في انكو في الدراسة متاع التقرير هذا. به شوف سؤال في حالة افتراض، لو تم استفتاء على نظام الحكم الحالي تقبلون الاستفتاء هذا، ولا انه رئيس الجمهورية استفتي الشعب في نظام السياسي الحالي، نحكي على النظام الرئاسي؟ شو هو من السابق لأوان والحديث عن استفتاء والحديث عن تعديل فيما يتعلق بالدستور، وموقفنا في حركة النهضة هذا الدستور مازلنا كي صدقنا عليه، ويحتاج إلى فترة للاختبار وللتجربة، وما نجموش نحكم له أو عليه إلا بعد مدة معينة، وتعرف أنت الدساتير في العالم كلها تحتاج إلى اختبارات على مستوى التطبيقات، ونعتبر أنه في حركة النهضة من السابق لأوان والحديث عن تعديلات تمس النظام السياسي، ومن السابق لأوان وأيضا الحديث ربما على استفتاء في هذا في هذا في هذا الموضوع. هذا الدستور يحتاج إلى تطبيق، يحتاج إلى اختبار، وما زلنا قاعدين نطبقه في جوانب منه، وما زلنا أيضا نستكمل في جوانب منه، لأنه تعرف أنت فما العديد من الأحكام الدستورية اللي هي ما زال تحتاج منا إلى تطبيقات لإرساء المؤسسات الدستورية، ومجلس نواب الشعب على خمسة دستورية ومجلس نواب الشعب في عهدته هذه متاع 2014-2019 يعتبر فيه خدمة تأسيسية، ولذلك المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الحوكمة الرشيدة كلها مؤسسات المفروض نستكمل بها البناء الدستوري. طرحت فكرة المرور إلى حكومة أكثر وضوح تحالف نهضة نداء. احنا الآن مع دعم حكومة يوسف الشات، ولا نرى مصلحة ولا ضرورة في تغيير الحكومات، ونعتبر اللي الحكومة هذه عندها
الأرضية المضمونية من خلال وثيقة كرتاش، عندها الأطراف اللي وقعت عليها وهي أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية كبيرة، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد ماذا بقي من الوثيقة والتجارة فقط تحتاج إلى تفعيل على مستوى الحزام السياسي. لابد، والسيد يوسف شاهد معناها بدأ في خطوة في اتجاه الالتقاء بالموقعين على وثيقة كرتاج. نعتقد أنه هالحكومة هذه لابد أن تأخذ وقتها وتأخذ المجال متاحة في مجال العهدة متاحة حتى تطبق برنامجها، لأنه شو التجربة متاعنا أبانت من 2011 إلى حتى إلى 2017 أنه تغيير الحكومات ما هوش حل. تغيير الحكومات ربما يضر حتى بالنسق، كان يبدأ عندك نسق في الإصلاح يضر به، ويضر أيضا بالاستقرار على مستوى الإدارة والاستقرار على مستوى التسيير. تحسين الأداء مطلوب، إذا كان فما حاجة ما مشيتش على مستوى بعض الوزارات أو بعض القطاعات يمكن لرئيس الحكومة له من الصلاحية الدستورية باش يعدل، ولكن تغيير الحكومة الآن في موقفنا في داخل حركة النهضة نعتبر اللي ممكن يضر وما يكونش وراء مصلحة ولا ضرورة. نجالك حكومة حبيب السيد وقت كنت مسكين بحبيب السيد، لكن من بعد سلمت حبيب السيد وحبيب السيد استقال من منصبه. اسكو نجم نعود نشوفه سيناريو آخر مع يوسف الشاهد على كل هذا اليوم شو في الظروف الحالية وفي الملابسات الحالية اللي تمر بها البلاد، نعتقد اللي التمسك بحكومة سيد يوسف الشاهد فيه مصلحة وضرورة وطنية وفيه استمرار ربما لطرق نهج الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالقضايا الكبرى المالية والاقتصادية مع تحوير وزاري. أنتم وارد يكون فما تحوير موسع وارد، لا مع تحوير وزاري جزئي مس ربما التشخيص والتقييم لبعض الوزارات اللي ربما ما كانش فيها وزارة سيادة أو المطلوب. مازال لحد الآن مازال وزارة التربية، هل عين النهضة على وزارة التربية؟ عين النهضة على المصلحة الوطنية وعلى أن وعلى الأداء الجيد لحكومة يوسف الشاهد في المرحلة القادمة، والمفيد بالنسبة لي نحن هو من يكون على رأس هذه الوزارة يؤدي الأداء المطلوب منه في المرحلة القادمة، وربما يخلي الأداء متاع هذه الوزارة محل توافق ومش محل تنازع وما ما يضرش ربما بالمصلحة الأساسية للتوانسة اللي هي التلامذة والمربين. نختم بتصريح البارح أثار انتباهي على قناة حنا باعل، بريم سيس مكلف بالسياسات العامة في نداء تونس يقول عن حركة النهضة في برنامج لغونديفو مع زميلنا نجي زعيري، يقول انه احنا اللي خلينا حركة النهضة تتتونس في تونس وتعمل مراجعات متاحة، واحنا جئنا لذلك معنات عملنا التوازن باش نخليه حركة النهضة تتنازل عن الافكار متاحة او المبادئ متاحة القديمة. شو رأيك؟ شو حركة النهضة حركة تونسية في الاصل وفي المنشا ولاد. لا انت قاعد تجاوب بريان. لا 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 خلينا نجاوبك الحركه هذه تونسيه في الاصل وفي المنشا وفي اولادها وفي ابنائها وفي مناضليه، وهذه حركه تربت على هواء هذه البلاد وعلى تربه هذه البلاد وعلى ثقافه هذه البلاد. واذا كان اليوم مطروح انه فما تقييمات او مراجعات، انا نقول على كل الاحزاب السياسيه بلا استثناء ان تقدم المراجعات المطلوبه لصالح الوطن. حركة النهضة في مؤتمرها العاشر اتجهت هي لمصلحتها ولمصلحة البلاد أن تقرأ في تجربتها، وهذا مش عيب، نقرأ في تجربنا ونحاول نطوره في الأداء متاعنا ونطوره في الرؤية متاعنا، ونعتقد اللي تطوير الرؤية هو لصالح الحزب ولصالح الوطن ولصالح البلاد. وما عناش مشكلة نحن في أنه ننصت للجميع، ننصت للتوانسة لما يقولوه في حركة النهضة الانفتاح هذا في أنه يكون فما إنصات واستماع ما هوش عيب. نحن فما قناعة في داخل الحركة وقناعة صوت عليها المؤتمرون في المؤتمر العاشر بأكثر من 80%، فما قناعة للتطوير وفما قناعة أنه الوضع ما بعد 2011 ما هوش الوضع اللي كان ما قبل 2011، والحركة التي كانت تناضل في السرية ضد الاستبداد ما هيش هي الحركة المؤتمنة على الدولة والمؤتمنة على المصالح العليا للبلد. فما تغييرات جوهرية وينبغي أن يكون هناك تغييرات تناسب وتتفاعل مع التغييرات الحاصلة في البلاد. هل رأي إبراهيم سيس مبالغ فيه؟ رأي برهان بسيس فيه الكثير من المبالغة، وأنا نعتقد اللي حركة النهضة فيها من الإمكانيات وفيها من القدرات الداخلية اللي تجعل التطوير متاحة تطوير ذاتي داخلي
ينسجم كما قلت لك مع هالمكونات نتاع الحركة الجديدة. تعرف اللي بعد 2011 معناها الحركة توسعت في المنتمين إليها وتوسعت في الناس اللي التحقوا بها، وفما ناس عاشوا تجربتها ما قبل 2011 وفما ناس ما عاشوا تجربتها. دونك الحركة تتطور وتتغير لصالح الوطن ولصالح ولصالح البلد. معناتها أوتخومون ديرو دو بالكم راه حركة النهضة قوية، حركة النهضة عندها شبابها، حركة النهضة عندها قواعدها. معناتها إبراهيم السيس عندما يقول انه احنا ساهمنا في تونس حركة النهضة، هذا يخلي انه النهضة في موقف ضعيف، انه معناتها اللي تونسية خليتها تتبدل القراءة صح. هو في الصياغة يمكن برهان في صياغته ما كانش دقيق، ونريك من يقول اعتصام باردو وسقوط مرسي في مصر. على كل احنا كيما قلت لك انا ناكد، وانا بالنسبه لي احنا اللي المسار مسار التغيير في داخل الحركه هو مسار داخلي يتطور ويتجه في استيعاب التحولات الحاصله في المجتمع التونسي، وهذا طبيعه الحركات اللي حب تتطور. الحركات التي لا تريد ان تتطور يصيبها ما يصيب الديناصورات، تنقرض. ولذلك توفم حركات قعدت في دوغم وقعدت في ايديولوجيات وقعدت منغلقه وما تطورتش وما استطاعتش انها تستوعب تحولات الشارع التونسي. حركه النهضه حركه تتطور وتتغير، والتغير نتاعها والتطور هو نتاج لامكانياتها ساعة الداخليه ولقدراتها ولمفكريها ولنخبها بالاساس، وهي منفتحه ايضا على كل الاراء وعلى كل ما يمكن. نحب نقول لك حاجه، نحن وقت اللي جينا نعدوا في اللوائح في المؤتمر العاشر، وهذا ربما ما تعملوش بعض الأحزاب، ربما حتى الأكثر أحزاب اللي تدعي ربما الحداثة والديمقراطية، استدعينا العديد من النخب اللي تخلفنا في الرأي واللي ما تلتقيش مع فكرتنا ومع نهجنا، واستدعيناها وعرضنا عليها اللوائح نتاع المؤتمر وقلنا لهم شنو تراو انتم، نحن هنا متجهين هذا الاتجاه، انتم شنو رايكم وشنو موقفكم وكيفاش تراو حركه النهضه. واستوعبنا ما حاولنا قدر الامكان انه يكون فما انفتاح حتى في صياغه اللوائح نتاع المؤتمر العاشر. اللي يحسدكم عليه هو التماسك والانضباط نتاع الحركه وانضباط قواعد القيادين، وهذا من ابرز تقريب الاحزاب اللي تنجم تكون عندها ثقل على مستوى السياسي، وهذا بشهادة راهو خصومكم. لا هذه مسؤولية كبيرة حتى خصومكم، هذه مسؤولية كبيرة على حركة النهضة. احنا نعتبروا روحنا أصحاب تجربة تاريخية، ونعتبروا روحنا أيضا البناء نتاعنا البناء الحزبي نتاعنا كان بناء على أسس من الديمقراطية المتينة. فما اختلافات في داخل الحركة، ولكن هذه الاختلافات ديما ما تمسش جوهر العمل السياسي للحركة وجوهر ربما الانضباط لما تقرره الأغلبية في داخل الحركة. سيد عماد الخميري ناطق رسمي باسم حركة النهضة، شكرا لك على قبول الدعوة في كابوتشينو. كابوتشينو الكلمة ليك.